السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي هنبدأ معكم النهاردة إن شاء الله حل بعض المحافظات وهنبدأ بمحافظة دمياط أكمل تستخدم جزيئات نانوية من معدن الذهب الذهب في رصد الخلايا السرطانية ثم تسلط عليها أشياء ضوء الليزر ده أول سؤال فأكمل نمرة اتنين يتكاثر فطر عفن الخبز بالجراثيم عن طريق الجراثيم يعني بينما يتكاثر نجم البحر بالتجدد ثلاثة افترضت نظرية لابلاس أن السوديم فقد حرارته بمرور الزمن مما ادى الى تقلص حجمه تقلص حجمه وزيادة سرعة دورانه حول محوره <applause> يعد التكاثر الجنسي مصدرا للتغير الوراثي لحدوث ظاهرة العبور أثناء الانقسام الميوزي نمرة خمسة السيارة التي تتحرك في اتجاه ما بسرعة سبعين كيلو متر على الساعة تكون سرعتها النسبية مية وتلاتين كيلومتر متر على الساعة بالنسبة لمراقب متحرك بسرعة هتبقى ستين لأن نقول مية وتلاتين ناقص سبعين هتبقى ستين كيلو في الساعة في عكس اتجاه في عكس اتجاه السيارة المسألة اللي عندنا مسألة حلوة وفيها فكرة كويسة بيقول الشكل المقابل يعبر عن حركة جسم في خط مستقيم ناخد بالنا كده من الرسمة بسرعة منتظمة من ألف إلى باء من ألف إلى باء مستغرقا اتنين ثانية اتنين ثانية ثم طبعا هنا عندي المسافة هنا عشرين سنتي والمسافة من ب ل ج خمسين سنتي نقرأ المسألة تاني الشكل المقابل يعبر عن حركة الجسم في خط مستقيم بسرعة منتظمة من الف إلى باء مستغرقا اتنين ثانية، ثم الحركة بعجلة منتظمة من باء إلى حتى التوقف عند ج مستغرقا <applause> عشر ثوان. <applause> بيقول لي احسب السرعة المنتظمة التي تحرك بها في الفترة الف باء طبعا عندي السرعة. بصفة عامة ف على زين مسافة على ايه الزمن يعني عشرين على اتنين بتساوي عشرة سنتيمتر على الثانية يبقى السرعة المنتظمة من أ إلى باء في هذه الفترة طلعت عشرة سنتيمتر طيب هو عاوز العجلة حتى التوقف يعني السرعة الابتدائية هتساوي الرقم اللي انا لسه مطلعه عشرة سنتي متر على الثانية والسرعة النهائية اللي هي عين اتنين بتساوي صفر لانه توقف فبنبدأ نطلع العجلة نجيب العجلة المنتظمة بتساوي عين اتنين ناقص عين واحد على زين اللي هو الزمن هتساوي طبعا عين اتنين صفر ناقص عشرة على عشرة سوان يبقى تساوي سالب عشرة على عشرة بتساوي سالب واحد سنتي متر على ثانية تربية مسألة حلوة وفيها فكرة كويس طيب بيقول لي اذكر اهمية كل من تلسكوب هابل طبعا عارفين رصد صور للكون يرجع عمرها إلى ملايين السنين الطور البيني تهيئة الخلية لدخول أو للدخول في مرحلة الانقسام وذلك بالقيام بمضاعفة المادة الإيه الوراثية تاني تلسكوب هابل رصد صور للكون يرجع عمرها إلى ملايين السنين، الطور البيني، طور البيني، تهيئة الخلية للدخول في مراحل الانقسام وذلك بالقيام بعمليات حيوية ومضاعفة المادة الوراثية، اكتب المفهوم العلمي الجسم الذي لا يتغير موضعه بمرور الزمن طبعا هنقول الجسم الايه الساكن الجسم الساكن السرعه المنتظمه التي لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافه في نفس الزمن ده تعريف السرعه المتوسطه اللي احنا بنعمل عليها مجموع السرعتين على اتنين هي السرعة المنتظمة التي لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة في نفس الزمن بنقول السرعة المتوسطة سؤال رقم ثلاثة مرآة يمكن استخدامها للحصول على صورة تقديرية معتدلة مصغرة طبعا ديت المرآة المحدبة وليست المقعرة لأن المرآة المقعرة بتديني صورة تقديرية اه لما يكون أقل من البعد البؤري ومعتدلة ولكن بتبقى إيه؟ مكبرة. رقم أربعة المستقيم المار أو الواصل بين مركزي تكور وجهي العدسة مارًا بمركزها البصري المحور الأصلي المحور الأصلي. عيب بصري يؤدي الى تكون الصور خلف شبكيه العين طبعا ده طول النظر وشرحناه بالتفصيل في الحلقات اللي فاتت علل لما ياتي اهميه عداد السرعه في السيارات والطائرات ده طبعا بيعرفنا مقدار السرعه مباشره يعني بنبص العداد بنقرا السرعه مباشره أهمية السرعة المتجهة للرياح بالنسبة للرحلات الجوية طبعا اتجاه الرياح بيؤثر على سرعة الطائرات وبالتالي على زمن الرحلة وكمية الوقود المستهلك يبقى السرعة المتجهة للرياح بتأثر صحيح الطائرات وبالتالي على زمن الرحلة وكمية الوقود المستهلكة تكتب كلمة إسعاف معكوسة على سيارات الإسعاف وده قلناها كذا مرة في شرح خواص المرآة المستوية بنقول تكتب كلمة إسعاف معكوسة على سيارات الإسعاف حتى يراها السائق حتى يراها السائق مضبوطة أو معتدلة فيفتح له الطريق <applause> المسألة ديت مسائل من المسائل المهمة عندنا في المنهج أفكارها يعني إلى حد ما وبتتقال كتير حاليا في المحافظات علي أساس بنتخيل الرسمة ونتخيل الكلام في الشكل المقابل وضع جسم في منتصف المسافة بين عدسة محدبة بعدها البؤري خمسة سنتي بعدها البؤري خمسة سنتي ومرآة مستوية فإذا علمت أن المسافة بين العدسة والمرآة عشرين سنتي يبقى سنتي وعشر سنتي مطلوب حاجتين احسب المسافة بين الصورة المتكونة للجسم شيء طبيعي ان الصورة المتكونة ادي العدسة اهي عشان نرسمها هنا كده في ايه بهدوء شوية هنا خط وهم اللي بنعمله عشان المركز البصري هنا الجسم محطوط على بعد عشرة سنتي من العدسة هنا طبعا مرآة مستوية على بعد برضو عشرة سنتي ده الجسم هنا شيء طبيعي انها تتكون صورة مقلوبة صورة مقلوبة على بعد عشرة سنتي وانا هعرف منين اول حاجة هناخد بالنا ان الصورة بيقول لي هنا البعد البؤري خمسة سنت وهي موضوعة عند مركز التقاور طب انا عرفت ان هي مركز تقاور منين البعد البؤري بيقول لي علانية كده او واضحة يعني خمسة سنت يبقى دي البؤر طب الجسم موضوع على بعد عشرة سنت او منتصف المسافة بين العدسة والايه المراية منتصف العشرين كام عشرة وعشرة. يعني فعلا الجسم عند مركز ايه? التكور. شيء طبيعي اتفقنا قوانين الاساسية في الفيزياء. عدسات ومراية. الجسم وضع عند مركز التكور. لابد ان تتكون الصورة عند مركز التكور. طيب. عايزين نعرف المسافة بين الصورتين. يبقى أحسب المسافة بين الصورة المتكونة للجسم بالعدسة المحدبة. طبعا شيء طبيعي ان ده تبقى عشرة سنتيمتر. طيب. والصورة المتكونة للجسم بالمرآة المستوية هتبقى خلف المراية يعني هنا اهو بس هتبقى صورة معتدلة يبقى في صورة تانية اهي يبقى دي الصورة الأولانية ودي الصورة التانية عايزين المسافة دي هنجمع كام عشرة دلوقتي عشرة سنتي عشرة سنتي عشرة سنتي عشرة سنتي يبقى في الحالة دي يبقى المسافة عشرة زائد عشرة زائد عشرة, زائد عشرة زائد عشرة يبقى بتساوي أربعين سنت. أذكر خواص الصورة المتكونة للجسم بالعدسة المحددة. طبعا صورة حقيقية مقلوبة حقيقية مقلوبة مساوية للجسم بالظبط خلاص تقع عند مركز التكور. طبعا مطلبش مني رسم عشان ناخد بالنا ولكن شيء طبيعي ان لو كملنا الرسم هنا بؤرة اهيت خلاص ناخد بالنا الشعاع التاني بيمر بمركز البصري يصير على استقامته الاتنين بيت ايه بيلتقوا عند ايه التقاطع ده اللي بتتكون عنده ايه الصورة يبقى خلاص الصورة حقيقية مقلوبة مساوية للجسم خلاص تقع عند ايه؟ مركز التقاعد. رقم ج السؤال الثالث اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. نمرة أ نمرة واحد العاملان اللذان يمكن بهما وصف حركة جسم هما المسافة والزمن لتعيين الكتلة يلزم معرفه المقدار فقط لانها كميه قياسيه يمكن حساب البعد البؤري لعدسه من العلاقه الرياضيه نقرا كويس وناخد بالنا نق في اتنين غلط اتنين على نق غلط قطر الدايره او قطر الكرة. قطر الكره غلط التي يعتبر وجه العدسه جزءا منها في نص ربع القطر يعني نص نص القطر دي حته مهمه لان نص قطر يعني ايه نق لا هنا الربع بقى التي يعتبر وجه العدسه جزءا منها يبقى رقم د وده حته برضه فنيه ناخد بالنا منها ربع القطر خلاص يعني هو البعد البؤري لان البعد البؤري نص نصف القطر ناخد بالنا برضو من الاسئله اللي زي دي يحدث الانقسام الميوزي في النباتات الزهريه في خلايا المتق لتكوين حبوب اللقاح ولا البويضات ولا الحيوانات المنويه ولا الكروموسومات طبعا النبات يبقى يستبعد الحيوانات المنويه ويستبعد الكروموسومات طبعا بيقول لي خلايا المتك يبقى العضو الذكري يعني حبوب اللقاح ده السؤال رقم أربعة في الاختيار السؤال رقم خمسة السؤال رقم خمسة الشكل نقط الشكل نقط يمثل حركة جسم بعجلة قيمتها بتساوي طبعا الأولاني ديت عجلة تناقصية هنا عجلة تزايدية لو عاوز عجلة بالساو يبقى ج، طب الأخيرة ديت هنا جسم ساكن، وضع جسم علي بعد 8 سنتي من قطبة مرآة فتكونت له مقلش هي مراية ايه. فتكونت له صورة حقيقية صورة حقيقية يبقى مرآة مقعرة مرآة مقعرة هذا قطب المرآة وهنا مرآة ايه مقعرة وضع جسم على بعد 8 سنتيم من قطب مرآة مقعرة فتكونت له صورة حقيقية مكب مكبرة مكبرة يبقى الوقت هنا لو قلنا هنا باء وينا ميم اساسيات الرسم زي ما اتفقنا في الشرح في الفيديوهات اللي فاتت بيقول لي وضع جسم على بعد 8 سم من مرآة مقعرة هنتخيل مثلا هنا لما قال بدل قل مكبرة يبقى لازم تكون ما بين ب بي وميم اساسيات الرسم في المراية والعدسات عرفت الكلام ده منين نراجع كده بسرعة عشان اللي محضرش معانا الجسم عند مركز التكور بتتكون صورة مقلوبة حقيقية عند مركز تكاور ومساوية للجسم خرجنا الجسم بره الصورة بتدخل جوه وبتصغر دخلنا الجسم جوه الصورة بتخرج بره وبتكبر هو ده اللي حصل في السؤال بتاعنا طب انا عملتها بالطريقة ديت اه انا اعتبر 8 سم بالظبط هنا خلاص بالتقريب لان الصورة المفروض تطلع لي هنا مكبرة من غير رسمة يعني بنشتغل كده بالمزاج لا طبعا اساسيات فيزياء لان اولا قال لي ما نوع المرايه طبعا اول اجابه مرآة مقعر طيب احسب نصفة كتر نصف قطر تكور المرآة نص قطر التكور بتاعة المرآة نقرأ بقية المسألة الأول وعندما تحرك الجسم مسافة 2 سنتي أخرى مبتعدا عن المرآة تكونت له صورة حقيقية مساوية يبقى كان هنا 8 اتحرك اتنين متر اتنين سنتي كمان يبقى الصورة او الجسم كان ايه وصل لمين لمركز التكور فبيقول لي تكونت له صورة حقيقية مساوية اذا الصورة اللي كانت برة هتيجي عند مركز التكور اذا فعلا هذه المسافة المطلوبة هتبقى ايه عشرة سنتي هو عاوز نص القطر عايز نص القطر نص القطر جبتها عشرة سنتي ازاي لان لما كنا حاطينه تمانية سنتي خلاص الصورة جت حقيقية مقلوبة مكبرة لما حركنا بعد التمانية اتنين سنتي كمان الكون الصورة مساوية للجسم يبقى عند مركز التكور يبقى المسافة بتاع نص القطر تمانية زائد الاتنين اللي احنا حركناهم بقت ايه عشرة سنتي نمرة تلاتة وضح بالرسم مسار الأشعة المكونة لصورة الجسم في الحالة الأولى في الحالة الأولى اللي هي بالتقريب عند 8 سم طبعا شعاع موازي للمحور الاصلي ينعكس مارا بالبؤره الاصليه الشعاع مر بالبؤره الاصليه ينعكس موازي للمحور الاصلي ونبقى ندي حصه برضو مراجعه في المرايا والعدسات كمقارنه ما بين الاثنين وازاي نفكر نحل هذه الاشياء <applause> بعد كده جيم قارن بين المسافه والإزاحة طبعا المسافة طول المسار الفعلي الذي يقطعه الجسم المتحرك وهي كمية فيزيائية قياسية الإزاحة كمية متجهة وهي أكثر خط مستقيم بين نقطة البداية ونقطة النهاية يبقى المسافة تاني لو شرحناها بسرعة كده لو مثلث قائم الزاوية كده أ ب ج خلاص المسافة طول المسار الفعلي الذي يقطعه الجسم المتحرك يبقى دي المسافه وهي كميه قياسيه اما الازاحه اقصر خط مستقيم بين نقطه البدايه ونقطه ايه النهايه لو مثلث فيثاغورس 3 متر 4 متر يبقى الازاحه كام 5 متر حسب نظريه فيثاغورس 9 3 في 3 ب 9 زائد 16 25 الجذر التربيعي بتاعها 5 متر اذا في الحاله ديت بنقول المسافه هنا 3 زائد 4 بتساوي 7 متر الازاحه هنا بتساوي ايه 5 متر اقصر خط مستقيم بين نقطه البدايه والنهايه طبعا انا بوضح الكلام ده بالرسمه عشان ما ننساهاش آه هنا المسافه كميه قياسيه فيزيائيه قياسيه الازاحه كميه فيزيائيه ايه متجهه أعد كتابة العبارات الآتية عندي الجين نمرة واحد الجين هو منطقة اتصال كروماتيدي الكروموسوم طبعا هنا السنترومير يبقى أول حاجة السنترومير نمرة اتنين التلقيح هو اندماج المشيج المذكر مع المشيج المؤنث لتكوين اللاقحة الإخصاب الإخصاب عملية الإخصاب نمرة تلاتة مؤسس نظرية السوديم او نظرية النجم العابر والعالم لابلاس طبعا العالم لابلاس غلط العالمان تشمبرلن تشمبرلين ومولتن تشمبرلين ومولتن عندما يتحرك شخص مسافة سبعين متر شمالا ثم يعود أربعين متر جنوبا فإن الإزاحة الحادثة تساوي مية عشر متر شرقا طبعا غلط 30 متر شمالا 30 متر شمالا إذا كان عدد الكروموسومات وفي بعض الطلبة ده اللي خلاني أحل برضه محافظة دمياط بعض الطلبة بعتني على اليوتيوب إذا كان عدد الكروموسومات في خلية كبد أحد الكائنات الحية ما ليش إنسان أي كائن حي 16 زوج أركز في المعلومة من الكروموسومات يبقى جسم الخلية او عدد كروموسومات خلية الكبد يعني الخلية الجسدية بيساوي 16 زوج فان عدد الكروموسومات في احد خلاياه التناسلية في احد خلاياه التناسلية يكون كم كروموسوم هو برضو 16 زوج لان الخلايا التناسلية زي الخلايا الجسدية قبل عملية الانقسام الميوزي يعني الخلايا التناسلية بتبقى نفس العدد بتاع الخلايا الجسدية قبل الانقسام أما بتعطي الأمشاج بتنقسم إلى النصف عشان ما نلخبطش نفسنا وما قلنا 32 ليه؟ لأن هو هنا كاتب لي كروموسوم خلاص؟ يبقى كروموسوم بالمفرد ما قال لي الزوج. لو قال لي زوج هتبقى 16 زوج برضو يعني 32 كروموسوم بمكانة او بمعلومية 16 ايه زوج من الكروموسومات نركز يا جماعة جزء الاحياء ده جميل جدا وعايز التركيز بس مننا شوية وضح بالرسم الطور الانفصالي في الانقسام الميتوزي طبعا الطور الانفصالي في الانقسام الميوزي انقسام الميتوزي كان قبليه الطور الاستوائي كروموسومات تنتظم على خط استواء واحد خلاص ده الاستواء طب انا برسم الاستواء ليه عشان نشوف ايه اللي هيحصل طبعا خيوط المغزل موجوده وتبدا تنكمش في الانفصال بقى وتبدا تسحب لي كروماتيدات لاعلى ويوم ما شرحتها رسمت الرسمه دي بالظبط كده وقلنا كروموسوم بينقسم الى كروماتيدات لاعلى عند نقطه السنترومير السنترومير ينفصل طوليا لاعلى ولاسفل ويبدا نسخ الايه كروماتيدات مره اخرى لتكوين الكروموسومات دي حته مهمه جدا 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 وبعد كده انقسام نووي يعقبه انقسام ايه خلو ده الطور الايه الانفصالي الطور الانفصالي في الايه انقسام الميتوز مع ذكر التغيرات الحادثة في هذا الايه الطور اخر سؤال النهاردة رقم ج بيقول لي اختار من العمود ب ما يناسب ايه? B ما يناسب ايه? واعد كتابة العبارة كاملة طبعا رقم واحد المجرات نبص كويس جدا تتجمع معا مكونا مكونة عناقيد يبقى عند المجرات ملهاش تعريفات في اللي فوق خالص تحتوي على ملايين النجوم ومنها نجم الشمس اختر من العمود ب ما يناسب العمود ا يبقى نبص كده نقرا تاني المجموعة الشمسية المجموعة الشمسية تتكون من نجم الشمس وما يدور حوله من الكواكب مجرة ضرب التبانة تحتوي على ملايين النجوم ومنها الشمس المجرات عندنا تتجمع معا مكونة عناقيد يبقى المجرات موجودة في عناقيد يبقى رقم واحد مع خمسة رقم اتنين اللي هي المجموعة الشمسية تتكون من نجم الشمس وما يدور حوله يبقى الوقت هنا رقم واحد هنا خمسة رقم اتنين المجموعة الشمسية تتكون من نجم الشمس وما يدور حوله من كواكب وما يدور حوله من كواكب يبقى دي رقم اتنين رقم تلاتة مجرة درب التبانة تحتوي على ملايين النجوم ومنها نجم الشمس رقم أربعة اللي هي عندي يحتوي اللي هو الكون يحتوي على المجرات والنجوم والكواكب رقم اتنين طبعا احنا هنا لازم نركز السؤال زي ده لان ممكن اي حاجة تختلف مع بعضها ما تنسوش الاشتراك معانا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم وتعرفوا زمايلكم عشان يوصل لكم كل جديد وهنبدا ان شاء الله في حل محافظات بالتتابع بدانا محافظه دمياط ان شاء الله المرات القادمه نبدا محافظات كده باذن الله ونحلها مع بعض عشان نتدرب على حل الاسئله. الى اللقاء في الحلقه القادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.